النادي الاهلي عدى مرحله انه يبقى نادي محلي، نادي عربي، نادي افريقي. النادي الاهلي نادي عالمي، لازم الناس تعرف كده. وكل اللي بيتعامل مع النادي الاهلي دلوقتي، الاسبوع اللي فات كابتن الخطيب والمهندس خالد كانوا فين؟ في رابطه الانديه الاوروبيه. فالنادي الاهلي تصنيفه دلوقتي عالميا وليس افريقيا او عربيا، وده قدر النادي الاهلي. نعم. ان انت مصنف عالميا فلازم تواكب حتى لو ببطء، حتى لو في بعض الاخطاء ده وارد جدا، طالما بتشتغل. نعم. بتشتغل بجد باخلاص بانكار ذات، مفيش حد بيقول انا. على فكره انا طالع معاك النهارده ودي اول مره من 5 سنين اطلع اتكلم. يا نهار ابيض، 5 سنين؟ لان احنا عندنا عندنا قرار ان ما نطلعش نتكلم، نشتغل بس. نعم. سواء بقى بنكسب او ما بنكسبش، ولو ان في ال5 سنين الارقام بتقول ان في انجازات. واخدين 15 بطولة، 3 دوري، 3 كاس مصر، و3 سوبر مصري، و4 دوري ابطال افريقيا، و2 سوبر افريقي، و3 برونزيات كاس عالم. انا عايز اقف عند حاجتين هما اللي ودونا ليه بقول النادي الاهلي نادي عالمي. افريقيا وكاس العالم للانديه، واخد 4 من 5 افريقيا، 3 ميداليات، 3 ميداليات. نعم. ورابع افريقيا، 3 وفاينل كمان غير البطولات اللي خدتها. من هنا اسمك بيروح للعالميه. النهارده اي حد، لعيبه، مدربين، شوف يعني اكتب كده الميديا بتقول ايه على النادي الاهلي، نجوم القاره الافريقيه سواء لعيبه او مدربين بيقولوا ايه عن النادي الاهلي. نعم. تعرف ان الاهلي عدى مرحله مهمه.